السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ايكاد وازاي ان احنا نقدر نضيف في شجر. فمثلا لو جيت هنا اخترت لاندسكيب، هقول له انا عايز تري، فبيقول لي اختار الشجر اللي انت عايزه، فببدأ اسحب واحط الاشجار اللي انا عايزها. طبعا هنا في ان انا اعمل بالفرشة، وفي انواع كتيرة من الفرش. تقدر تتحكم في حجم الفرش اللي عندك والقوة بتاعتها. ممكن تقول له انا عايز بلانت، اهو تبدأ تضيف زي ما انت عايز، صبار، ليفنت اير، صخور. ممكن تضيف بنت دهانات، ممكن تضيف ووتر بس دي في النسخة الأصلية مش النسخة البيتا. وكذلك ان انت تعمل ارتفاعات وانخفاضات. فزي ما انت شايف تقدر تحط اشجار كتيرة زي ما انت عايز.